هلا هلا هلا. انت يا ابني كلم اخويا فواز قول له اخوك فوزي بيه تحت. يا خبر ابيض يا فندم، حضرتك فوله واتقسمت نصين. انت صاحبني يا ابني ولا ايه؟ يلا خلص شوف شغلك يا فندم. ده احنا مصريين زي بعض. ايوه احنا مصريين بس مش زي بعض، مش لدرجه انك تمسك ايدي وتفعص فيها. يلا لو قولي صحيح، اصل انا بقالي فتره ما اعرفش حاجه عن اخويا، كنت مهاجر سنين في صفه اللبن. انت عارفه الافخر فيصل دي اخويا قالوا لي عنده شركات، هي دي اني واحده فيهم؟ حضرتك دي اكبر شركه ادويه في الشرق الاوسط. ادويه؟ يخرب بيت حظك يا محروس. ما يلا قاعد شوف شغلك. الو، وصليني بسكرتيره لو سمحت. عندكم اسانسير ولا هطلع على رجلي؟ لا دي ولا دي. لا دي ولا دي، يبقى اكيد في مفاجاه يا جماعه. كده عيب، احنا مصريين زي بعض. الله 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 الله، هي دي المرجله برضو، هي دي الجدعانه، هي دي الجدعانه. اخس عليكم اخس عليكم اخس عليكم. بقول لك يا كابتن، ما شفتش سواق تاكسي مشي دلوقتي سرق مني 45 دولار؟ لا والله ما شفته. هو الميكروباص ده بيروح فين؟ لا، سيارة صاحب الشركة. سيارة صاحب مين؟ صاحب الشركة الحين بينزل. ده اخويا صاحب الشركة يا فواز. حزين والله حزين والله، فراقك صعب يا ام يزيد. والله لا اروح القبور دحين وما ادري ابكي على فراقها ولا ابكي من الشوب والرطوبه هذه. وين سياره المقابر واليوم الاسود؟ موجوده مستر فواز. تعال 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 تعال، انا قلت لك روح. لا قلت ولا ما قلت؟ لا ما قلت. روح. انت ليه ما رحت؟ روح مستر فواز. تعال، انت تقول من نفسك تروح، انا اقول لك تروح. يلا روح، هو يوم اسود من اوله. والله فراقك صعب علينا، والله والله قهرتيني والله. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا ابو يزيد، رحمة الله عليك. طب طب ودلع يا يقول لنا تأخرت يا عليم. فواز كلمته مركوتهم كاسه وكاسيتو بيه الحياة دقنك دي ما فاهمك. ادخل قول لي فواز بيه جثة أخوك فوزي برا. فوزي، أنا سعيد بيكو قوي قوي، شكلكم انتوا الاتنين توأم زي أنا وأخويا فواز. بعد سلع صون عامن فوزي جروة بصايا يا على لعبة القدر. إيه ده إيه ده، دي غريبة قوي. أنا ماما قالت لي إن أخويا خليجي مش هندي. بص حتى شكله مش شكلي ولا جسمه من جسمي، بس مش مشكله، ساعات واحد في التوأم بينزل قبل التاني. يمكن هو نزل قبل مني بعشر سنين، يمكن. حبيبي يا اخويا، تهنا ببحر الدنيا والقدر جمعنا. فواز ابيك يا ابو الطيري، انا عارف ان الصدمه صعبه عليك، بتقول كلام مش مفهوم. خش في لحمك اخويا خش. اري هسه بعتك كرتاه اركتك ولا كده، انا عارف ان انت ممكن تتلوس وتتجنن. خش في دمك يا حبيبي. ابي صبر كرو يا اركي، خش في عظمك اخويا. ايه بايا انا ما فيش اخوك. امال انت مين؟ انا خان كابور. كان خابور وبقيت ايه دلوقتي؟ خان كابور المربي الخاص لمستر فواز، وكذلك الخادم الامين للمرحوم الوالد فايز الخبيري. ما انا قلت كده برضو، مش معقول تكون انت توامي، دي كانت امي اتفرتكت الله يرحمها. معك فوزي عند اللي بتدق. اري انا يعرف انت منو، لقد ولدت على يدي. طب قول لاخويا كده اللي حسيت مش مصدق خالص. عندما ياتي مستر فواز لا بد ان اخبره بكل ذلك. اكسكيوز مي حبيبي، كم هير هوم سي ميك لايك مي، سوي مثل انا. 1 2 تك 1 ايه 1 2 تك 1 2 تك يس حبيبي خير. حبيبي حبيبي، بقول لك يا نبي يا عم خبور، اخوك على لحم بطنه اي فرختين جمالين. ها الحياة بقى لونها بامبي، وانا جنبك وانت جنبي. الشغالين اللي هنا فين؟ انتوا يا بهايم، اي حد يجيب لي فستق.
لا 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 الحزين عايز أبكي فرحان عايز أضحك مجنون ده اسمه كلام يا ست حد يدخل على الناس كده من غير لائحة ولا دستور تومين أم سوري مستر فوزي كان هو اللي قال لنا ندخل نسلم عليك وفهمنا كل شيء إيش هذا الشيء ايش هذا الشيء؟ ما شاء الله ايش هذا القمر؟ بيبي ابيض وجميل يا انتي بنتا ده باصه كمان ايه ده مين اللي عمل فيك كده؟ ياسا في حد شد لك ده؟ بنتا ده انت بنت بص بص امل ما شاء الله ستة بنتا هو مين ده؟ هذا يزيد ولد اخوك مستر فوزي ابن اخويا ادخل في حضن عمك يا حبيبي يا ابني مرحبا هلا والله اكيد انت مرات اخويا فواز معاكي فوزي عند اللي بتدقي مستر فوزي انا مو زوجة اخوك انا سكرتيرته زوجة مستر فواز توفت من 5 سنين ده شيء يسعدني جدا جدا تعالي معايا مرحبا انت لسه واقفه تفضلي استريحي اهلا وسهلا تفضلي انا كنت اعرف واحده اما كانت بتقعد كانت الكنبه بترجع وحضرتك مش متجوزه لا مش متجوزه ولا ماشيه مع حد لا يعني ذمتك فاضيه خالص ها اه فاضيه مش عايزه تمليها هو انت ما بتعمليش علاقات يرفضها المجتمع والناس والعرف؟ سوري مستر فوزي انا مو مرتبطه وما افكر في هذا الموضوع ابدا انا وعدك اوعدك انك قريب قوي هتفكري في الموضوع ده سوري مستر فوزي استاذن انا راح فين وانا مش هشوفك تاني اذا بغيت شيء كلمني على غرفه رقم 4 يا خان وديني شنطتي غرفه رقم 4 بقول لك ايه يا قطه انا بقالي كتير هنا ما شفتش اخويا فواز هو اتقتل ولا ايه اليوم الذكرى السنويه لزوجته الله يرحمها وهو دحين في المقابر بيقضي عندها الليل كله تحب تروح لك نوع من المشاركه طبعا اروح له اروح له اشارك اخويا في احزانه اول يوم اقضيه في دبي في المقابر نفسي اعرف مين اللي نظر ونقف السفريه دي يا ابن المحظوظه يا فوزي ده زمن وهايص آه يا سندس آه يا أم العيال بعد فراقك يا سندس الورود ذبلت البلابل صارت تنوح يا أخ أنت يا بيتهوفن إيش في ليلتك أنا جايبك وأعطيك مصاري عشان أحس الحزن بدي أبكي يعني فين أبكي مقابر أبكي فين شوي شوي الله يرضى عليك الله يرضى هذه مرتي وماتت شوي شوي تفضل لا تأخذني تفضل آه يا ميزي آه روح يلا روح يلا روح يكشي يطلع لك شبح في المقابر هذه يأكلك انت والبيان اللي في يدك ده وطر يا ستار يا ميزيد يا زوجتي تركتيني وحدي وحدي تركتيني والله نفس المعنى ايش هذا قصر الكلام بعدك انا صرت وحيد في الدنيا والله وحيد انت مش لوحدك يا فواز انت مش لوحدك اخويا ليك اخ بيحبك يا حبيبي لا عفريت عفريت مين انا اخوك فوزي جيت لك من مصر عفريت مصري تركت مصر وجيت للدبي يا عفريت مين خش في حضني ولحمك اخويا اعوذ بالله ادعولي جاني جني قصير مصري قال لنا اخوك فواز جاني
جاني والله ريته والله ريته بعيد. لا أنا لازم أكلم الدكتور بسرعة. شكلها هما لا بد من كم ماضى. يا نهار أسود أخوي هيضيع مني ده أنا معشرتش غير ربع ساعة يا فواز. عشرة ربع ساعة هضيع في الأرض يا أخوي. ما تخافش يا حبيبي أنا أخوك أنا أخوك فوزي اللي كلمتك في التليفون. يعني أنت مش عفريت ولا عفريت وبيتكلم في التليفون؟ طب بذمتك في عفريت يلبس قميص بثمان زراير؟ العفريت قمصانهم فيها 40 زرار. تبقى لص وحرامي وأنا الحين وراس أبوي لبلغ شرطة العفريت. كده برضه فواز يا اخويا بدل ما تفرح بالسر اللي استخبى عني وعنك السنين دي كلها وتاخدني في حضنك مره تقول عليها عفريت ودلوقتي تقول عليها حرامي. ده انا وانت نازلين من حزقه واحده فواز. ده انت التوينز بتاعي. يا انت يا قصير انت التوينز حقي وتقول نزلنا من حزقه واحده. انا اتذكر وانا جالس في الحزقه ما كان في حد جالس وياي. وبعدين هيرو فواز ये तुम्हारा जोर बाबाई है. बचपन से आप दोनों बिछड़ गए थे. आप यहां और तुम्हारा भाई उधर कायरों में और मैं لقد كنت اتحمل مسؤوليه واحد شخص الان سوف اتحمل مسؤوليه اثنين شخص. काहे रोकत डगर प्यार दलाल मेरो काए देखत सब नारी मोए दे ولا فين سعني يا رجل انت هم للعيش اللي هو فيه ده كله ظلم دين. يا فوزي يا فوزي لا بد أن تفهم هذا الورث من الست التي ربته. أضف إلى ذلك ورث المرحومة زوجته. لا بد أن تفهم. بقولك يا رجل أنت الكلام ده كله مش داخل دماغي. علي النعمة أنا ممكن أقطع صوابع إيديا ورجليا وأملأ لكم البيت ده عقل صوابع تمشي تلخبطكم. أنت ما تعرفنيش. آه لقد تذكرته. أيوة كده هو لازم أقطع نفسي عشان تتذكرته. قول لقد ترك لك أبوك ثلاثة بدلة واثنين قميصين. ثلاثة بدلة واثنين قميصين ما سابش شرابات والشماعات اللي كان فيهم التلاتة بدلة والقميصين سابهم ولا لا؟ بقولك ايه يا عم خان انا كنت بهزر معاك. انسى كل اللي انا قلته. اوعى تفتكر يا عم خان ان انا جاي عشان فلوس ولا ورث. فواز ده لحمي لحمي يا جدع اخويا لا بد ان تفهم. اسود الراجل الهندي ده بيعمل ايه؟ يكونش جايب واحده من بنجلاديش مصاحبها هنا؟ ها الهنود بيحبوا البنجلاديش دي ان شاء الله مع انهم حبوا بعض.